هذه الشيلة اهتمنا الشيخ مانع مستر شريف إلى قبيلة السحار الشام. يا سلام الله بسم الشيخ مانع ابن مزبر بن شريف الدمار عدى زام والبرد لامع وانطرت خير عظيم يبلغ الغالين كل ما كان بذن رب قدرته لشمل جامع محي يعظم الرميم لقبيل نجمة بالعز ساطع من زمن ماضي قديم ضمها التاريخ في صفحة بيان تحكي الأيام عن تاريخ وقع بالسلالة والقاسم من سحر الشام حيث العز قاطع مجد لبرق وغين كم من أحمر عين يشهد له زمان والتكاتف والوقا والدين دافع صف واحد نستقيم نلتعم ونوحد القلمة بوازع راية عقل ما يهين والأخوة والضمير أكبر ضمانة فاتزين وضاعنا عقب المواجع بينهم نرجع نقيم ما نسيناهم ولا يمكن نقاطع الوفا بنا صميم من دعايب شربنا واحنا رهان لا باتيكم من بطل مقدام شجعكم دجلي كل ضيم والسخا والقبيلة والصدق نابع مجتمع رقي كريم كونهم درع الوطن وحزام مانح يا سلام الله بسم الشيخ مانع ابن مزبر بن شريم الدمار عدى زام والبرق لامع وانطرت خير عظيم يبلغ الغالين كل ما كان باذن رب قدرته لشمل جامع محي يعظم الرميم لقبيل نجمة بالعز ساطع من زمن ماضي قديم ضمها التاريخ في صفحة بيان تحكي الأيام عن تاريخ وقع بالسلالة والقاسم من سحر الشام حيث العز قاطع مجد لبرق وغين كم من أحمر عين يشهد له زمان والتكاتف والوفا والدين دافع صف واحد نستقيم نلتعم ونوحد القلمة بوازع راية عقل ما يهم والأخوة والضمير أكبر ضمانة فاتزين وضاعنا عقب المواجع بينهم نرجع نقيم ما نسيناهم ولا يمكن نقاطع الوفا بنا صميم من دعايب شربنا واحنا رهان لا باتيكم من بطل مقدام شجعكم دجلي كل ضيم والسخا والقبيلة والصدق نابع مجتمع رقي كريم كونهم درع الوطن وحزام مانح